البنات دايما رافعين راسنا في كل مكان. بطلات مصر في الرياضه بيقدموا مستويات مشرفه على المستوى المحلي والدولي، زي السباحه سما سلطان اللي فازت بثمان ميداليات في بطوله سباحه الماسترز في بطوله فارنا الدوليه في بلغاريا. البطوله دي اقيمت في الفتره من 15 ل 17 يوليو وشارك فيها 21 نادي من مختلف الدول. خلينا نعرف تفاصيل اكتر معانا عبر زوم السباحه سما سلطان. يا سما صباح الفل. صباح الخير، ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ بخير والله، الف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، الف الف شكر. الله يخليك. عايزين نعرف منك في البدايه ازاي شاركت في البطوله دي. البطوله دي المفروض ان هي نادي عندنا في سبورتنج اسكندريه دايما بيطلعنا كل سنه سفريه دوليه، يعني معتادين على الموضوع ده، وبيبقى فيه اختيارات بنسب معينه على حسب الارقام اللي انت بتحققها بناء على بطولة محلية زي بطولة الجمهورية أو بطولة كأس مصر، وبناء على هذا الاختيار بيتم دعم من النادي علشان تطلع في البطولة دي. فهو السنة دي طلعوا لنا بطولة اللي هي الانترناشنال فارنا في المجر، في بلغاريا، ويعني تم اختياري الحمد لله من ضمن البعثة تبع النادي. فكانت بطولة يعني صراحة بالنسبة لي مكان جديد وبطولة قوية برضه. أكيد. إزاي بقى بتفرقي بين شغلك رئيس قسم المراقبة وضمان الجودة بالقطاع الهندسي في مكتبة اسكندرية وبين السباحة؟ يعني التايتل كبير، يعني ما شاء الله عليكي. الحمد لله الواحد يعني الرياضة يعني بصفة عامة من وأنا صغيرة علمتني إزاي أعمل إن أنا أنظم وقتي اللي هو التايم مانجمنت. فالواحد يعني كل يوم الصبح بيصحى على الساعة مثلا 6:30 7، بيتواجد في شغله من الساعة 8 لغاية الساعة 4، 8 ساعات. بعد ما بخلص شغل بطلع على طول على النادي علشان خاطر أمارس الرياضة، سواء بقى رياضة السباحة نفسها أو الوحدة التدريبية لو كانت فتنس في الجيم أو في التراك زي السويدي أو الفتنس إن جنرال يعني. وطبعا اهم حاجه نظام التغذيه بتاعك، يعني انت من اول ما بتصحى من النوم لغايه ما بتنام لازم يبقى ليك اكل بنسب معينه علشان تعرف يعني يبقى عندك مصدر لانتاج الطاقه بتاعك خلال اليوم. طيب بيبقى بالنسبه لي اليوم كالاتي، يعني بعد ما بخلص شغلي بطلع على النادي علشان اتمرن واخلص اروح الحق انام عشان اخد الريكفري بتاعي تاني يوم. لا الموضوع صعب بصراحة. بتتكلم يعني أنا بتتكلم في ست وحدات تدريبية. أنا ما أقدرش أنظم اللي أنت عملتيه ده بصراحة. لكن خلينا نتكلم في المنافسات بقى، في البطولة كانت عاملة إزاي؟ والله يعني المنافسات بصفة عامة كانت، لا في ناس طبعًا قوية جدًا، ويعني في ناس قريبة طبعًا من نفس المستوى الرقمي بتاعي، في ناس أعلى شوية، في ناس بتبقى أقل، على حسب السباقات اللي انت بتنزلها وعلى حسب نوع السباق ونوع العومه اللي انت بتنزلها. فكانت بصفه عامه انت عندك تقريبا يعني 21 دوله مشتركه، وفي ناس من نفس الدوله كمان، يعني هو 21 نادي في منهم دول مختلفه وفي ناس من نفس النادي المشترك، فكلهم اجانب. يعني انا لسه كنت الشهر اللي فات في بطوله عالم ما شاء الله ورا بعض كده. احكي لنا بقى، احكي لنا عن البطولات اللي شاركت فيها والميداليات اللي حصلت عليها. لو هتكلم يعني هبدا بقى من اخر بطوله يعني حضرتها، كان في بطوله العالم. احنا عندنا اتحادين، في اتحاد السباحه، الاتحاد المصري للسباحه اللي هي السباحه القصيره اللي انا كنت مشاركه فيها في فارنا، وفي الاتحاد المصري للغوص والانقاذ بننزل مسابقات اسمها السباحه بالزعانف. فأنا بنزل نوع من أنواع الزعانف اسمها الزعانف المزدوجة اللي هي زعنفتين مع بعض. فنزلت، كان في بطولة العالم السنة دي لأول مرة تتلعب في مصر، وكانت اتلعبت في استاد القاهرة، الكلام ده كان الشهر اللي فات في شهر 6، وحققت فيها مركز الثاني على العالم في 3 سباقات، ال100 وال200 وال400 متر حرة بالزعانف المزدوجة. عظيم. البطولة كانت صعبة جدا جدا جدا، وكان فيها يعني 36 دولة مشتركة، نوادي مختلفة، كان عندك بقى فرايتيز أكتر كمان، يعني عندك شرق آسيا، اليابان، عندك من بولندا، عندك من روسيا،
يعني الدنيا وإيطاليا يعني في بقى تنافس أقوى بكتير. دايما بطولات العالم بتبقى أقوى من البطولات الدولية أو الانترناشنال، فدي الحمد لله حققت فيها المركز الثاني على العالم. طبعا كان فرق بيني وبين الأولى الحمد لله ما كانش يعني جاب كتير، كانت حاجة بسيطة. تعلمت منها كتير قوي، تعلمت منها ازاي يعني ان انا احسن من ادائي شويه، ان انا اشتغل على نفسي خلاص اكتر علشان فاضل اعرف تكة، ان انا اللي هو فاضل تكة وتبقي الأولى. ان انا اوصل لهذا المركز يعني. قبل كده بقى طبعا احنا كان عندنا الكورونا كانت واخده وقت كبير، ما كناش بنعرف نطلع بطولات خارج مصر، فكانت كل البطولات اللي كنت بشترك فيها كانت بطولات المحليه سواء الجمهوريه او كاس مصر او بطولات المنطقه. الحمد لله كنت بحصل على كاس احسن سباحه او بيبقى ميداليات مختلفه، مثلا سواء ذهب او فضه او برونز. كان الحمد لله كنت بحقق ارقام قياسيه باسمي برضو الفتره يعني، من لو بنرجع بقى بالزمن 10 سنين ورا يعني. برضو لو اتكلمنا على بطولات دولية، آخر بطولة قبل الكورونا كانت صربيا، بطولة صربيا الدولية كانت في مارس 2020، وقبلها كنت في تونس كانت بطولة عربية وبطولة دولية في نفس كان الوقت في عندك جولة 2019. ورحتي بروسيا ورحتي إيطاليا ورحتي قبرص ورحتي أمريكا، يعني بالظبط، كان عندك انا جولة. برجع لورا بقى. روسيا كانت بطولة عالم وكانت بطولة برضو قوية جدا، وانا كمان بنزل مياه مفتوحة، فالمياه المفتوحة دي سواء بقى يعني في البحر او في الانهار في الاوشنز في البحيرات. فروسيا كنت في نهر اسمه كازانكا في كازان، والظروف اللي هناك الظروف المناخية كانت سيئة جدا، طبعا يعني كان في درجة حرارة برودة، في مطر، في درجة حرارة المياه كانت 16، فكانت ساقعة جدا. انت عندك النهر كمان بيبقى مثلا عمق 40 متر، اوكي فبتبقى عايم يا اما ضد التيار او يعني، كانت فعلا فعلا ظروفها كانت بتلحقي صعبة، بقى بس الحمد لله. تتمرني في الظروف اللي بتبقى موجودة، ولا بتبقى أول مرة تنزلي المية بيبقى أو المكان اللي انت هتعومي فيه هو يوم المسابقة؟ على حسب يعني، في روسيا كان الحمد لله كنت رحت بدري شوية، فلحقت أنزل شوية يعني قبلها بيوم أو يومين أجرب الكورس يعني. وهو يفضل دايما يعني، احنا لما بنيجي نعمل التسخين قبل ما بننزل السباق يفضل ان انت بتبقى في مكان الكورس التسخين طبعا بتاعك، بس طبعا في المياه المفتوحة مش بتعرف تعمل التسخين قبلها، يعني بتعمل تسخين أرضي مش تسخين جوه المياه. طيب فهي علشان بيبقى فيه قبليها ويفز نازلة، وبتبقى يعني طبعا بتبقى يعني كذا حد مثلا فوق نازل الأول، بعد كده احنا الفوق اللي وراه وهكذا، بيبقى لها تكنيك تاني مختلف. أكيد. فكانت طبعا لا دي كانت صعبة طيب خلينا نروح يعني، بقى كانت للحياة صعبة. الشخصية شوية ونتعرف على حياتك الشخصية والأسرة ومين كان بيدعمك. أنا عندي والدي ووالدتي، والدي الله يرحمه، والدتي الله الحمد لله يرحمه. ربنا يديها الصحة ويخليها لي، دول أكتر اتنين كانوا بيدعموني من وأنا عندي 6 سنين أو 7 سنين يعني. والدتي كانت شايفاني وأنا صغيرة بقى قصيرة وتخينة، فكانت عايزاني أدخل بقى في الرياضة ويبقى جسمي حلو ويبقى شكلي حلو، فبدأت لا هي كانت تحفزني بلاش كده، هي كانت شايفاكي بطلة من البداية. الظاهر كده. فبدأت توديني بقى النادي وتوديني مدرسة السباحة، وودتني حاجة اسمها التوجيه الرياضي في النادي. فالتوجيه الرياضي ده خلاني ان انا اتوجه ان انا ادخل كرة السلة، وجهني لكرة السلة، وعن طريق كرة السلة دخلت فريق برضه يعني. انا كنت بلعب وانا صغيرة فريق سباحة وفريق كرة سلة، وكنت بنزل منافسات سباحة وبنزل ماتشات في كرة السلة. فضلت كده لغاية ثانوية عامة. هي طبعا جت ثانوية عامة يعني وقفت الدنيا كلها عشان دي بتبقى نقطة يعني مستقبل بقى ولازم مذاكرة، ووالدي كان مهتم جدا بالدراسة وكان لازم يعني أبقى متفوقة، ديلي في فكانت الزوم. سامحنا سعداء النقطة بوجودك معانا وسعداء بالنتيجة اللي انت عملتيها. سما سلطان الفايزة ب8 ميداليات في بطولة فارنا الدولية ببلغاريا، شكرا ليكي وشكرا للمجهود اللي انت عملتيه، وألف مبروك ليكي كمان.